جدا، واللي سايبه بصمه كبيره جدا في الانديه اللي مرنها وكان متواجد فيها، وعامل بصمه كويسه جدا في الموسم اللي فات مع نادي الاتحاد السكندري، وبدايه كويسه جدا السنه دي. كابتن محمد عمر مدير فني لنادي الاتحاد السكندري، تحياتي ليك وتحيات كابتن حلمي وكابتن حمد الصدقي وكابتن اسامه. كابتن سيد مساء الخير، وبمسي على الكباتن الكبار وحبايبي واخواتي، ربنا يخليك وربنا يوفقهم ان شاء الله. حبيبي يا كابتن، سيبك من التعادل وضربة الجزاء اللي ضاعت، ايه التقل اللي انت فيه ده؟ يعني 1-0 مفيش مشكلة، عادي جدا يعني، ده جول برضه يعني، مش حاجة عادية. طبيعة يا كابتن محمد عمر خريج رومانيا برضه يعني. رومانيا برضه؟ اه خريج طبعا رومانيا. هو استاذ التقل كله. بقول لك ايه، ده كابتن حلمي، كابتن حلمي بيقول لي من تحت لتحت كده بالصوت، بيقول لي ده خريج رومانيا برضه. اه ما هو عارف، هو عارف الموضوع. كابتن عمر، قول لي البدايه بالنسبه لك ومدير فني لنادي الاتحاد السكندري، بعد حاله من الاستقرار مع الاتحاد السكندري وحاله من التفوق كمان وابرام صفقات جديده، اللقاء وكنت منتظر منه ايه؟ والله انا الحقيقه كنت منتظر المكسب، ان احنا الحقيقه دعمنا بشكل كويس، عملنا فتره اعداد كويسه جدا، لكن يعني انا عارف ده طبيعي والكباتن الكبار عارفين، يعني بدايات موسم اكيد ما بيبقاش كل شيء مكتمل، لا النواحي البدنيه ولا الخططيه ولا الانسجام، لان في مجموعه كبيره من التعقيدات الجديده تاخد لك 3-4-5 ماتشات كده لحد ما الامور بتتظبط. لكن يعني انا عاذر اللعيبه النهارده الحقيقه، رغم ان كان من السهل جدا ان احنا الشوط الثاني نحسم بضربه الجزاء، لكن يعني كنت متوقع الاداء ما يبقاش 100%، وده امر طبيعي جدا. الجزء البدني ما كانش مظبوط، في بعض العيوب زي الرقابه زي المان تو مان، الكلام ده الحقيقه ما كانش او كان موجود بنسبه 50% بس. وبالتالي انا بقول الحمد لله على التعادل، لان كان المقاولين الحقيقه في اخر دقيقه ممكن يسجل هدف ثاني. يعني اجمالا انا شايف الامور راضي عنها، يعني راضي عن النتيجه. طيب انت من المدربين انت من المدربين او المديرين الفنيه كابتن عمر اللي بتحدد مين يشوط ضربات الجزاء في المحاضره، ولا بتسيبها لحاله اللعيب والحته النفسيه والمعنويه في المباراه؟ لا لا لا، بتحدد كل شيء. بتحدد رقم 1 خالد قمر، رقم 2 خالد غندور، رقم 3 ديدي كوري، يعني بتحدد كل شيء، بتحدد اثناء المحاضره. خالد قمر من الناس اللي بتشوط كويس على فكره، طبعا هو مش موفق يعني، مارادونا ضيع اساسا يعني. لا هو النهارده بشكل عام ما كانش موفق الحقيقه، خالد احسن من كده كتير، ورغم هذا سبته في الملعب، لان خالد بطبيعته هداف، كان سهل يجيبه في اي وقت، لكن ما كانش موفق النهارده، وده امر طبيعي. يمكن انا لسه مكلمه من شويه وطيبت خاطره وقلت له ده امر طبيعي وده وارد في كره القدم، يعني ما عندناش مشكله. طيب يعني السؤال اللي هقوله لك ده ممكن تجاوب عليه يعني وممكن زي ما انت حضرتك عايز يعني تجاوب بشكل واضح وصريح، ولا حضرتك ردك عندك يعني، هل الاتحاد من وجهه نظرك السنه دي كبدايه افضل من يوم ما مسكته انت بعد ابرام صفقات كبيره؟ يعني انت لما جيت كانت الامور متعثره بشكل كبير قوي، يعني الحاج محمد مصلحي او الاستاذ محمد مصلحي عمل صفقات حوالي 6 أو 7 في نص السنه، وحضرتك طبعا وكابتن محمد ابراهيم والناس كلها عملت مجهود كبير قوي عشان يطلع الاتحاد من مكانه لمكانه، لكن من وجهه نظرك انت معاك التشكيله او معاك عناصر تساعدك على يعني مركز احسن من السنه اللي فاتت، ولا شايف ان ختام الموسم اللي فاتت كان بالنسبه ليك كفرقه احسن من السنه دي؟ لا هو الختام كان كويس الموسم الماضي، الحمد لله اللعيبه ادوه بشكل كويس. الصفقات اللي موجوده وتعاقدنا معاها في مجموعه كبيره لسه الحقيقه ما دخلتش مع الفريق، يعني الحقيقه عندي فرقه ثانيه كمان كويس. انا شايف ان مع الوقت ومع الانسجام ومع اكتمال النواحي البدنيه والخططيه، لا نادي الاتحاد قادر ان شاء الله انه يؤدي ويبقى في مركز افضل من السنه اللي فاتت كتير. طيب انت هتبقى مع الترجي يوم 9 تقريبا. نعم 9 هنا، 9 بس قبلها في الزمالك يوم 5. اوكي، ده انت عندك عندك مباراتين صعبين قوي يعني، بس يوم 4 الزمالك، عندك الزمالك وبعدين الترجي. بعد الترجي يوم 9 ان شاء الله، يعني انت عندك المقاولين زمالك ترجي وبعديها اسماعيلي مصر. على البركه كابتن محمد عمر، الله يكون في عونك. ربنا بالتوفيق بالتوفيق. كابتن علاء نبيل المدير الفني للمقاولين العرب. كابتن علاء، اهلا وسهلا كابتن سيد.